نحن الآن في معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا، تجري خلفي هنا داخل هذه الصالة الإجراءات القانونية لمغادرة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي السورية، من شمال غرب سوريا تحديدا إلى الأراضي التركية ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية. تابعوا معي في هذه الجولة مع الرحلة الأخيرة التي ستتوجه من هذه المنطقة إلى الأراضي السعودية. نحن في مجموعة أفنان تقريبا يعني في آخر الدفعات التي يعني سيتم نقلها إلى الجانب التركي، لربما يكون يعني بعدنا يعني بعض الدفعات القليلة إن شاء الله، يعني أيضا سيتم إدخالهم في هذه الليلة. لجنة الحج العليا السورية تقوم بكافة يعني الإجراءات والتسهيلات والتيسير على حجاج بيت الله الحرام، والأمور ميسرة ومتابعة من مرحلة التسجيل المبدئي إلى مرحلة قبول الحجاج، إلى مرحلة الدفعة الأولى، إلى مرحلة الدفعة الثانية، إلى مرحلة البصمة، ثم إلى العبور من معبر باب الهوى والوصول إلى الجانب التركي. الحقيقة متابع الأمر من كبا يقال من الألف إلى الياء. في فرق إجراءات ممتازة، ترتيب بالنسبة للجوازات، بالنسبة لترتيب الأمتعة للقاءات الحجاج، التساهلات، الحمد لله رب العالمين. لا في فرق كثير، الحمد لله رب العالمين، يعني التنسيق كويس، يعني مرتاح، الحج ممتاز، بس يعني هي السفرة بالليل شوي صعبة علينا، يعني ما بننام. آخر دفعة؟ نحن آخر دفعة، نعم آخر دفعة. نعم شعور عظيم، بتمنى لكل إنسان مسلم الله يخليه يشعر هالشعور هذا العظيم، شعور رائع ما في أي إنسان يقدر يحكيه أو يعبر عنه إلا اللي بيشعره بس، والله يطعمنا كلمة محمد قادر يا كريم يا رب. إذن 8250 حاج خرجوا من شمال غرب سوريا تحديدا إلى الأراضي السعودية، ليبلغ أعداد السوريين أو لتبلغ العدد أعداد السوريين أكثر من 20,000 حاج في سوريا والشتات، توجهوا إلى الأراضي السعودية إلى بيت الله الحرام، والجميع كما سمعنا يشيد بالإجراءات والتسهيلات المقدمة من كل الأطراف للحجاج. مصطفى الخلف لقناة الرافدين من معبر باب الهوى، ريفو إدلب.